صباح الخير جان. بونجور. كيفك اليوم؟ انا منيح، انت؟ الحمد لله. اليوم روستاتنا بالكستنا، اليوم نهارنا كله كستنا بايت سمارت. كمان حكينا عن فوائد الكستنا وقد ايه لازم ناكل كستنا. جربت اعمل بالكستنا الروستات ايه؟ لانه هلا فتره كستنا وراح يكون عندنا لفت اوفر بالبيت كستنا من ورا كريسمس، فراح ناخذهم ونعمل فيهم اثنين روسات. هن راح نعمل سوب كستنا، مزبوط، ايه. وراح نعمل كيش. اوكي، هلا راح نبلش بالسوب، نشوف الباز تبعها كيف، بنرجع بنعبي الكيش، نرجع ندخله على الفرن، نرجع بنعمل فينيشينج للسوب، نرجع بنشوف النتيجه اخر شيء. نعمل الاباري ونحط، مزبوط. هلا نحن هون بلشنا من التشسنات اللي اشتغلنا جمعه الماضي، اللي هو مطبوخ بالبورتو وبنبيد وبالسكر، مع هاي بدنا نعمل السوب، مزبوط، وحتى الكيش. كاتيا سمعتي، فهون يعني نحن فينا ناخذ كاستنا كميه على العيد، ناخذها نطبخها بنفس الطريقه، نستعمل بارت منها للحبشة، واللي بيبقوا الجمعة اللي بعدها فيهم يشتغلوا فيهم كذا روسات، واثنين من هالروسات اللي هن رح نعملهم اليوم. هون عنا قلية بصل، زيت زيتون، شقفة زبدة كتير صغيرة على القلية. اوكي، رح ناخد بوارول، بارتيل تجي البيضة، البارتيل التحتانية كمان مقطعين صغار. ما بتكتر انت دايما ولا البصل ولا البوارول ولا هيدا، نستطلع، مزبوط، هيدا شيء اساسي. وبنفس الوقت نحن بمطبخنا اللبناني معودين في كتير روستات فيهم كتير بصل، فشي ما فينا ننقله ناخده على الروستات بالاخص الاجنبية، مزبوط، لانه بيكون بدنا يكون البرودوي الاساسي هو المبين هون. لكن زبدة، زيت زيتون، بصل ناعمة، بوارو، عم نقليهم، ما بدي كتير قلي، ما بدي تشقر القلية. رح اخذ انا هالكستنا، هيدا البريزور تبعهم، اذا بتلاحظي انا فصلهم المكسرين رح نعمل فيهم سوب، وقسم كيش رح ناخذهم هيك. واو، بدنا نطحنهم بعدين، هاي كلها اخر شيء رح نطحنها، نحط لها فريش كريم، ملح، بهار، شقفه زبده. هلا رح تشوف الفينشينج تبعها، جايب معي الزيت بروف، رح حط على وجه شويه بتروس بالصحن، ورح نحط بقلب الكيش غورغونزولا تشيز. عم هيك بتخيل الطعمات، وبالاخص انه التشيسنات كراميليزي، يعني في هالسويت سويتنس بقلبه. هيدا وايت ترافل، وايت ترافل اويل اقوى، ايه هو دائما الوايت ترافل اويل، ايه ما في شك اقوى، وبتستعملي منه نقطه شوي، نقطه على قد نقطه، يعني بيعطيك طعم كتير قوي. انا باكل بسلق المعكرونه الدنتي بارميزان بس اطيب شيء. دائما في اشياء ما لازم تكون بميلانج كتير كبير، مزبوط. بالاخص مثل قصه البروف، لكن قلينا مرقه الدجاج، رح ناخدها نسقط عليهم هيك. هلا الباز تبع السوب صار موجود، كل شيء لازم ينحط اوريدي. هلا فينا نحط فيجيتابل ستوك. هلا رح نتركهم يغلوا، بهالوقت رح نشتغل بالكيش بحشوته، بندخله على الفرن، بنرجع بنطحن السوب وبنعمل لها فينيشينج للطعم. هلا بمجرد ما تغلي رح نخفف لها شوي، بس لدرجه انه تضل تغلي. هون عندنا كتار من المشاهدين اكيد بيشتروا البات خالصه، ما في شك هو افضل. هلا البات خالصه بناخذها، هي بتجي اوريدي مرقوقه او ملفوفه، من مده حسب المول اللي عندنا. انا هون رح اخذ شويه كريم تشيز، اوكي، رح نعملهم وزعهم بقلب الكيش، بدك تمدهم شوي صغيره لانه هلا هن اذا بدك، انا بخاف اكسر البات. بضل يتلاقي له حل، ما هيك اذا بتلاحظي هلا رح ادهنهم، مش رح وسع على الاخر لان هلا هو بس ينطبخ. انت فوتت البات على الفرن نص، دائما كيش وفويتيل اساسي انه نعمل العجينه ونطبخها 80%، اذا بتلاحظيها مطبوخه بس بيضه بعدها، ما اخذت اللون الكافي، مزبوط. احنا قصد عاملينها هيك لحتى نقدر ندخلها هلا وتستوي الحشوه مع العجينه. وين بدنا نحط السيبولات؟ السيبولات بالسوب. بالسوب، اوكي، واو، على وجه الصحن. هلا كريم تشيز بكفي. هلا بتشوفي ليه؟ أوكي. لانه عندنا نوعين جبنه بعد، بري، رح نحط بري او كامامبير، نو هيدي بري بري و غورغونزولا
غورجونزولا. اوكي ليش ما حطيت كامونبير؟ لان كمان طعمتها قوية. ما بدي خبي كتير على الكاسترا. مزبوط. اللي رح نعمله رح نحط البريزور تبع الكاسترا بهالشكل. اوكي كريم تشيز بعدين كاسترا. كيف محضر الكاسترا؟ الكاسترا رح نرجع نعيدها على السريع. نحن حضرناه جمعة الماضي. بناخذ ملعقتين سكر. أوكي. نعملهم على النار كراميل. اوكي بس يصيروا كراميل بنحط لهم نص ملعقه زبده. اوكي بنحط نص ملعقه زبده وكبايه من بعد ما يغلوا مع بعضهم كبايه بورتو ونص كبايه بيض احمر عود قرفه ستار انيس ورقه غار. اوكي شو عبالنا نزيد نكهات من زيت. مزبوط. ناخذ الكاسترا بنكون شاويينه ربع شويه ليتقشر. اوكي بنحطه بقلبه مقشر. عم نحكي عن يمكن 50 دقيقه 45 دقيقه بيطلعوا. أوكي. بيصيروا هيك. اوكي البريزور الكافيه يعني الكاستنا هلا هو ما في شك انه موسمه كثير قصير بس بينعمل فيه كثير روسيتات. مزبوط. فينا نعمل فيه كنبيه، فينا نعمل فيه موس نحطها بالفيرنين. يعني كثير واسع الانجريدينز انه نقدر نشتغل فيه. لكن بري عم نوزعهم. هلا الأباراي اللي دائما بنحكي عنها هي كومن دائما للكيش والفريتي. مزبوط. هي لتر كريم من بيضات. هلا نحن هاي الروسات الباز يعني نحن دائما فينا نقسمها بالنص او نزيدها حسب شو عدد الكيشات او الفوتيل اللي بدنا نعمله. اوكي هلا غورغونزولا. غورغونزولا بدنا نحط كميه اقل عن طعمتها اقوى يلي نوع من البلو تشيز. هي مزبوط هي بالكاتيجوري تبع البلو تشيز. الغورغونزولا بلو تشيز ايطالي يعني البلو تشيز هي الكاتيجوريز بقلبها في غورغونزولا في الروكفور في ستيلتون. بعد بتاخد شقفه صغيره وكمان بنفس الوقت هالاجمال اللي عم نستعملها فيها تكون على سفرتنا بالميلاد كمان من اللفت اوفر يعني دائما بدنا. هلا فينا يلي ما بيحب غورغونزولا في ما يحط في مزبوط في يبدلها بغير جبنه. مزبوط. بس هو ليش حطيت هاي؟ لانه طيبه مع السويت والتشيسنات طعمته رح تكون طيبه كثير مع البورتو مع الهيدا. مزبوط. هون خلصنا اللي رح نعمله. بدنا نزيد الاباري. بدنا نحط الاباري اللي هي لتر كريم 8 بيضات ملح بهار جوز طيب وإذا عبالنا ننكهها بشيء بنقدر بس إنه هون دائما بننتكل على الحشوات أكثر من إنه ننكه ال أوكي فرن 180 هلا بندخل 5 6 دقائق بنرجع بنوطيه على 150 بالمبدأ كيش مثل هيدا وبسماكة هيدا بده ياخذ 20 دقيقة 18 دقيقة ناخذ ما منكتر. مزبوط أساسي بالكيش والفويته ما نسكر له وجهه بالأباري يعني مزبوط. ما يبين شوي هالستافينج شي طالع شي نازل بيطلع هيك شكله كتير حلو. لك شو حلو الجبنة كيف طالعة كاستنا شوي طالعة. مزبوط. هلأ رح ناخده هيك وندخله ونحطه بالفرن بالوقت المتبقى بكون عم ينطبخ على رواق. اوكي هلا انا معير هون اذا تلاحظي 175 رح بعد 6 7 دقائق رح ننزل الحراره شوي على 150 جريت. هلا في شغله بدنا نعملها السوب رح ننطر عليها ما بعرف قد ايه بعد معنا وقت رح ننطر عليها 3 4 دقائق لتغلي وتفوت كل هالنكهات بقلبها 8 دقائق كثير منيح. رح نعمل خلطه صغيره بدنا نحطها على وجه السوب اللي هي أوكي. شوية كريم تشيز سنوبر ويل دو تروف وسيبولات رح نعملها هالخلطه. هيدي رح نعملها كونيل ستيفاني. اوكي تنحط على وجه الصحن بالنص. مزبوط. واو. هلا كريم تشيز استعملنا بدنا نستعمله رح ناخذ قطار شوي هولي تما نشتغل فيهم كلهم ناخذ جزء بكفو. لكن كريم تشيز بكفو هول
فينا نحط سيبولات. هلا رح نحط سيبولات بقلبها مش دراي. طازه دراي مفضل زيت الطعمه اكيد لا مفضل دائما كل شيء بنقدر عليه كل شيء بنقدر نستحصل عليه فريش طازه نبعد نهائيا عن كل شيء دراي شو ما كان. هلا دائما نحن الكونسبت تبع دراي هو لانه بيكون في اشياء موسميه يعني مزبوط كل ما هيك مزبوط. بس هلا نحن السيبولات صار موجود عندنا اذا بدك اون ديلي بيسز بلبنان. ناخذ هالسيبولات ما منكتر بدنا نحط شوي بقلبها. كتير طيب السيبولات مع الكريم تشيز صح بيعطي نكهه وطيب مع كتير روستات يعني وملكل ومش مثل العنات يعني في ناس في كتير ناس بيحبوا السيبولات لكن رح ناخد شوية صنوبر كمان فرمي هالقد خشنة كيف لكن مش مثل السيبولات ما هيك جاد أقل شوي أقل شوي لكن حطينا كريم تشيز حطينا سيبولات صنوبر ويلدو تروف إذا بتلاحظي تركهم بالعلبة أساسي يضل مسكر لأنه كرمال الريحة. الريحة إذا بتلاحظي حطينا نقطة نقطة ويمكن أكتر. شوي كتار كمان شايف الريحة؟ أوكي هالخلطة بدنا نزيد لها ورق أسود بدنا نزيد لها رشة ملح ملح هي خلصت هلا رح اخذها مثل ما هي بالجاط هيك بلا ما اشيلها بلا ما لفها حطها بالبراد شوي لتسقع لكننا استعملناها ما نقدر نشتغل فيها بالكنال هيك رح نتركها. هلا رح ناخذ هالسوب رح نطحنها ورح نرجع نردها على النار من بعد ما نردها على النار نرجع مندوقها نشوف شو بدها كريم أوكي. زبده ملح بهار بدك تزيد لل شو كستنا الكستنا قليناهم بقلبها لا خلص كستنا خلص هالقد بس تقريبا حطينا يمكن شي 400 جرام مع فوم هيكي لونها هلا شوفي قد ايه لونها طالع حلو من ورا البورتو والسكر اللي بقلب الهيدا طالع على مارون على القد يعني كونسيستانس هيك شو حلوه الفوم تبعها هلا كله اذا طلعت كثير ليكيد شو بنعمل؟ بنحط لها شويه زبده وطحين نعملهم على جنب وبنحط شويه نشا نشا اوكي اوكي رح نردها على النار رح نغليها شوي اوكي رح نعمل لها تيونينج للطعمه ملح اذا ناقصها ملح اذا ناقصها بهار اذا ناقصها هلا مندوقها نورنا تحتها كثير حلوه بدنا نحط لها كريم يلا بس نقدر ندوقها ثانيه بس تتقلو بتشد مع الكريم كمان هيك هون الكيش ايه بساعدها شوي الكريم لحتى تشد اذا بتلاحظي بلش يستوي البيض بلش ياخذ لون البري بلش ياخذ لون الجبنه اذا بتلاحظي قد ايه شكله طالع حلو كيف هو منه فلات هو شيء كثير اساسي يطلع للكيش والفويته اكلي بدها بس ملح وبهار تتبين حتى دائما الملح والبهار ببين طعمه الاكله نخففها شوي بهار اسود رشت ملح ليكي لونها اذا بتاخذها الكاميرا طالع لونه براون ايه
شو بدي يطلع؟ مارون. طيب نحن رح نحط هلا الكريم بقلبها، الكيش يمكن دقيقة، لا لا بفتكر دقيقتين، إذا تأخرنا رح نشيله بعد دقيقتين لأنه خلص. كيف نعرف إنه بنشوف إنه الأباريل حطيناها شدت صارت قاسية، بتحط إيديك اوكي هون بعد يمكن شدت 80% شو اسمه كمان الفويتيه اخذت لون البات العجينه ايه بتبين مش قرة من برا. هون رح ناخذ الكريم نحط لها شويه كريم عم نحكي يمكن عن نص كبايه من الرخوه كثير منيحه اكثر من هيك بتصير بس بتحطيها بالصحن بتحسيها شدت بلوك. شوي رح ناخذ شقفه زبده عناي هالقد عم نحكي عن انجر ربع ملعقه بتعطيها هيك دسامه اخر شيء اوكي ما لازم نكتر نحن مبدئيا السوب خلصت هلا بدنا نحطها بالصحن نحط لها الكونيل تبع الجبنه الكيش رح نشيله بعد دقيقه خليني افرم سيبولات اللي بدنا نحطها على وجه السوب اوكي بهالوقت بتكون افرمها شوي خشنه نحن خلصنا صح رح ناخذ سوا وقفة بنرجع بنشوفكم بتيستي موعدنا هلا انا ضيعت الكريم تشيز بعدهم بالبراد ولا ظهروا ما عرفت لشو ظهروا هلا يلا بتشوفي الكريم تشيز هيك اذا بدك لا لما تكون سوب بلين رح نغنيها شوي أوكي. رح نحط لها على وجهها للسوب تذكر هاي الكنال هاي اسمها كنال بس تعملي هيك معلقه اوكي للمشاهدين واذا بتلاحظي حطيت حطيت الكاستنا توقف عليها يطلعوا هيك حد بعضهم اذا بتلاحظي لانه انا منقى صحن ما كثير السخن تتهديها ما كثير غميق الصحن اه فوالا اه بتضل كل شيء عم نحطه ما عليه مهم الطعمه يبين اوكي نايس جريت كمان سيبولات ايه بدها اخضر لسه واو هذه التلميعة تبع جاد هي بس هي ويل دتروف بلشوا بالسوق كون انا ريحة استوديو قصيت كون انا قصيت لكم شقفة كيش نايس واو اوكي بالنسبة للكيش دائما بنقول كمان على كيش او فويتيه نشيل من الفرن نشيل من الفرن ونريح قبل ما هيدا واو رائعة جدا هي دجا رائعة مع بعض وبعدين ويل دو تروف يعني فينا بلا ويل دو تروف اذا مش متوفر بعدها كثير طيب لا ما في شك بعدها كثير طيب وهو دائما كومبينيشن انه خليني اجيب صحن كومبينيشن السوب دائما حلو نعمل مش معقول يعني لا تقدر تكون غدا بدها حدا شيء مثل ما عاملين ايه بيان سور هلا هيدي غير شكل واو. جد شيء رائع قبل ما يروح الوقت رح دق لك الكيش يعني اكيد رائعه بس رح نوقع خيبو شيء كثير 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 طيب وبيلبقوا مع بعضهم كثير يعني فيهم يكونوا حد بعضهم واو رائع رائع اتس تريت رائع وين صرت؟ شو وين صرنا؟ خلصنا. كثير كثير طيبة، شيء كثير طيب. اكسلون. كالعادة. ايه بسيطة. تنحل. كثير كثير طيبة.
بس السوق رائعة رائعة والكش أروع عن جد. سلم ديتك جد العجينة كتير خفيف مع أنه حاطت كتير إشياء يعني بس بعدها خفيفة لأنه حطينا غورغونزولا وبري تشيز والتشيسنت ما في كتير طعمات يعني مع بعضه حتى كتير لبقين لأنه الكاستنا سكري هالقد لبقين مع بعضه كتير كأنواع جبنة صحتين اكسلنت شيء كثير طيب خلصنا لليوم ثانك يو جان بكره عندنا كمان رستاتك خارج العيد خارج الشتوي انا برجع بشوفكم السنه الجايه مشاهدينا ما تنسوا البسمه وبوناني للجميع باي.